فادي وقفنا على كيفاش نعيد ترتيب حياتنا مع الحجر الصحي. نعم استاذة فاطمة الزهراء، إذا تكلمنا النقطة الأولى، تكلمنا على تربية الأبناء، تكلمنا على العلاقة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، الآن غنتكلموا على يعني كيفاش على مستوى الذاتي، على مستوى التدبير الذاتي، كيفاش يعني هذه الفترة ديال الحجر الصحي نستفيدوا منها باش نغيروا مجموعة من الطباع، نغيروا مجموعة من السلوكات والممارسات، نغيروا مجموعة من الأشياء اللي كانت في حياتنا قبل، يعني قبل الحجر الصحي، كانت يعني كتاخذ من وقتنا، كتاخذ من صحتنا، كتاخذ من تفكيرنا، من فلوسنا، من وقتنا، من الاهتمامات ديالنا الاسريه. الان ريحنا وجلسنا في البيوت ديالنا، الان هي فتره ترتيب الاولويات، الان فتره ديال ترتيب الامور، الان اعاده النظره للحياه بواحد الشكل اللي هو يعني جدي ومطبوع. نعم. خصوصا استاذه فاطمه الزهراء، ان فتره الحجر الصحي مرتبطه بواحد الظاهره، وهي اننا كنتكلموا على وباء، والوباء الانسان لما كيصيبو هذا الوباء اكيد كيضر في صحته، واللي كنشوفوه فكل اللي كيضر في صحته كل اللي يعني كنفقدوه، واللي كنفقدوه اكيد كيضيع منا. فبالتالي الحمد لله لما نلتزم يعني البيوت ديالنا ونلتزم الامور والقواعد والقوانين المضبوطة نلتزم بها، فأكيد هنا كنضبطوا مفهوم السلامة الجسدية والسلامة النفسية. وأنا حافظت على النفس ديالي وحافظت عليها داخل البيت ديالي ومع وليداتي، أكيد خص تكون عندي واحد القراءة للذات. القراءة الأولى هو أنه خص تعزز عندي مفهوم الإيمان، لأن الآن كيبانوا المؤمنين الحقيقيين، المؤمنين اللي يعني كيعرفوا بان فعلا قضاء وقدر، لكن هناك مفهوم اخر وهو اخذ بالاسباب. أيها. وهذا المفهوم ديال الايمان هو اللي كيخلينا اي حاجه نحتسبوها لله، كتجدد العلاقه ما بيننا وما بين الله تعالى. كنلتجئ ليه بالدعاء، كنلتجئ ليه بالتضرع، كنلتجئ ليه بالابتهال والخوف، لعل الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء اللي كاين دابا. اذا المفهوم الاول وهو كنعزوا مفهوم الايمان ديال كل واحد فينا ودرجه الايمان ديالو ودرجه العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كيتعزز عندنا واحد المفهوم اخر، وهو مفهوم الاعتناء والاهتمام بالجسد ديالنا. والى لاحظتي استاذه فاطمه الزهراء ان مع ظهور الوباء جوج الامور تكتشف بان هناك ضعف الثقافه الصحيه، وكتكتشف بان هناك ضعف الثقافه الدينيه. والثقافه الصحيه شنو نقصدوا بها؟ سيرتو على مستوى النظافه وعلى مستوى الاهتمام بالممارسات اللي كتكون في المرافق العموميه وفي المرافق اللي كتكون فيها مجموعه من المعاملات. الان تغيرت النظره، وان الانسان مهتم بالنظافه، بالغسيل، بانه ما يقيش شي حاجه الا كان يعني ضابط الامور ديالو. أيه، حتى داخل البيوت ديالنا كنعلم وليداتنا اي ممارسه قاسها الوليد، سير ولدي اغسل يدك بالصابون والماء، معنى انه كنعززوا عنده هذا المفهوم ديال انك خصك تنقى، خصك تنظف، خصك تهتم بـ 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 بالجسد ديالك، يعني الصبيبطات ديالك، ماشي كنتي في الزنقه. وخصوصا الناس اللي عندهم الرخص، انا ما كنتكلمش على العموم ديال الناس، الناس أيه. اللي كيخرجوا لي يعني العمل ديالهم ولظروف انها اضطروا انهم يخرجوا. اذا باللي كيدخل راه كيعطي واحد الايحاء للابناء والناس اللي كاينين في البيت بانه راه هذاك الصباط اللي كان على برا يعني راه ما يمكنش لي ندخل به داخل البيت، غنحطو على برا وغادي نبدل. علاش؟ لانني خشيه او تفاديا انني نوقع في 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 نزل شي فيروس او شي حاجه اللي ندخل البيت ديالي. اذا هذه القواعد، هذه قواعد النظافه، قواعد الاحتياط، قواعد السلامه، هذه من الامور اللي الان تعزات عند جميع المغاربه، تعزات عندهم بانهم خصهم ينظفوا البيت، ينطويوه على الاقل شويه الماء وشويه جافيل، ينقيوه. علاش؟ باش كنحافظوا على السلامه داخل الاسره ديالنا، خصوصا كما قلت الناس اللي كيخرجوا لظروف استثنائيه. ثم كاين مساله اخرى استاذه فاطمه الزهراء في القضيه ديال التدبير الذاتي، وهي الان على كل واحد يعني في الحجر الصحي انه يوضع برنامج شنو هي الاولويات ديالي، شنو هي الامور اللي فعلا خصني نجتهد اكثر باش نحصل عليها وباش تحقق لي في حياتي وتحقق لي في المستقبل.